مرحبا بكم في قناة موثوقة التعليمية. الكثير منكم وصله هذا الإشعار كما تلاحظون، إرسال معلومات ضريبية في الأدسنس. هنا يقول لك لتجنب احتمال اقتطاع معدل الضريبة التلقائي الذي يصل إلى 24% من إجمالي أرباح قناتك في جميع أنحاء العالم. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، في هذا العدد سنقوم بإدخال معلومات الضريبية الخاصة بنا. نضغط هنا على إرسال معلومات الضرائب، أو تستطيع الدخول إلى هذا الموقع أعزائي المشاهدين مباشرة من الأدسنس. نحن سنقوم بخطوات عادية. في حالة ما ظهرت لك هنا هذه الرسالة، تضغط هنا على إرسال، تنبثق لك هذه الواجهة، تضغط هنا على تسجيل الدخول. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، أنا ظهرت لي هنا مباشرة لأني مسجل في الأدسنس. في حالة ما لم يظهر لك هذا الاختيار أعزائي المشاهدين، تستطيع التسجيل في جوجل أدسنس مباشرة بالإيميل الخاص بالقناة. نضغط هنا على الدفعات. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، ننزل إلى الأسفل، نضغط هنا على إدارة الإعدادات. كما تلاحظون نقوم بالنزول إلى الأسفل أعزائي المشاهدين، معلومات الضريبية في الولايات المتحدة. كما تلاحظون نقوم بالضغط عليها، أضغط هنا على إدارة المعلومات الضريبية. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، تظهر لك هذه الواجهة. أحرص على توفير معلومات الضرائب الخاصة بك للحصول على العائدات من جوجل، يستغرق هذا الإجراء بضع دقائق. أضغط هنا على إضافة معلومات الضريبية. هنا نقوم بالتسجيل بالدخول في الإيميل الخاص بنا أعزائي المشاهدين. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، يقول لي هنا معلومات عن الضرائب في الولايات المتحدة. ما هو نوع الحساب؟ كما تلاحظون حساب فردي. أضغط على التالي. هل أنت مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة؟ أضغط على لا. أضغط على التالي. هنا يقول لي اختار النموذج الضريبي W8 كما تلاحظون. أضغط هنا على الخيار الأول. غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل الأفراد غير أمريكيين، ويمكن أيضا استخدامه لطلب الاستفادة من مزايا المعاهد الضريبية. أضغط على هنا على فتح نموذج W8 كما تلاحظون. كما تلاحظون تظهر لي هذه الواجهة. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، بالنسبة لاسم الفرد مكتوبة تلقائيا. أنا سأقوم بتخطي هذه المرحلة أعزائي المشاهدين، لأنه كما تعلمون أنها ما زالت عملية التسجيل جديدة بالنسبة للأدسنس. كما تلاحظون في حالة ما أخطأت قد تقوم إدارة الأدسنس بفرض ضرائب كبيرة عليك. أنا سأقوم بتخطيها، لأن المنطقة والبلد الذي تحمل جنسيته أعزائي المشاهدين ما زال لم يثبت لنا أنه تستطيع كتابته دولة جزائرية أو تونسية أو مغربية أو مصرية. كما تلاحظون أقوم بتخطيها. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، نذهب هنا إلى الأسفل، سأقوم باختيار فقط الدولة الخاصة بي، دولة الجزائر كما تلاحظون، ثم أضغط على التالي. أضغط هنا على التالي. كما تلاحظون يقول لي هنا اسم الفرد مكتوب بطريقة صحيحة، منطقة أو بلد العميل الجزائر، عنوان الإقامة الدائم. إن عنوان هذا الإقامة هو صندوق بريد أو عنوان لعناية، وسيطلب منك إرسال مستندات إضافية. إن صندوق بريد، صندوق بريد بين قوسين كما تلاحظون صندوق بريدي، هو صندوق يمكنه قفله باستخدام أرقام خاصة به أو باستخدام معرف عنوان فريد، ويقع في مكتب بريد معين كما تلاحظون الجزائر. هنا تكتب المعلومات الخاصة بك أعزائي المشاهدين كما كتبتها سابقا في الأدسنس عند إرسالهم لك البين كود. نكتب هنا المعلومات الخاصة بنا كما تلاحظون، سطر العنوان، نقوم بكتابة الحي والولاية والرمز البريدي، نقوم بتكراره هنا في الأول وفي السطر الثاني. رمز البريدي تستطيع كتابته ميناء الشيك. المدينة تكتب المدينة الذي تقطن بها عزيزي المشاهد، ثم تضغط هنا على العنوان البريدي مطابق لعنوان الإقامة الدائم. سأقوم بكتابته ثم نواصل عملية التسجيل. بعد كتابة المعلومات نضغط هنا على العنوان البريدي مطابق لعنوان الإقامة الدائم. كما تلاحظون نضغط هنا على التالي. يقول لي هنا هل تريد مطالبة باقتطاع أقل بموجب معاهدة الضريبة؟ هنا يقوم بتحديد كلمة لا عزيزي المشاهد. يمكن أن يفرض قانون الضرائب ضريبة مقتطعة تبلغ 30% على الدفعات التي تعتبر دخلا يأتي من مصدر أمريكي. يمكن أن يتم تخفيض هذه الضريبة والغاؤها لأي مدفوعة لأمره بموجب معاهدة ضريبية ذات صلة. هنا بالنسبة للخيار الثاني، مقيم في منطقة أو بلد لاستفادة من مزايا المعاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، نحن سنختار الخيار الأول ثم نضغط هنا على التالي.
كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، هذا هو النموذج الخاص بك، تستطيع تحميله عزيزي المشاهد بالضغط عليه. بعد تحميله تستطيع طبعه والاحتفاظ به. أضغط هنا على أؤكد أني راجعت المستندات الضريبية المقدمة حسب علمي وأعتقد أنها صحيحة وسليمة وكاملة. أضغط هنا على التالي، أقوم بلصق الاسم الكامل كما تلاحظون. أضغط هنا نعم أنا هو الشخص المدرج في قسم التوقيع وأني أكمل هذا النموذج باسمي الشخصي. أضغط على التالي. الأجر فرد أو كيان المحددين في فقرة التعريف الضريبي أو نشاطات أو خدمات لصالح جوجل في الولايات المتحدة. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، نحن سنقوم بالضغط على لا، أقر بأنه سيتم تنفيذ خدمات المقدمة من طرف جوجل أو الشركات التابعة إلى آخر فقرة كما تلاحظون. أقوم بتحديدها، هل تقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي جديد؟ كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، هل تقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي جديد أو حالي لم يسبق له تلقي دفعات أو معلومات خاصة بملف شخصي حالي للدفع سبق وأن تلقى دفعات؟ بطبيعة الحال قمت باستقبال دفعات من الأدسنس. أني أقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي حالي للدفع سبق أن تلقى الدفعات. أضغط هنا على أقر تحت طائلة عقوبة الحدث باليمين أن المعلومات والشهادات التي تضمنها النموذج بقيت على حالها ولم يطرأ عليها أي تغيير بالسند. كما تلاحظون سأقوم بتحديدها، ثم الضغط هنا على إرسال. أقوم بالضغط على إرسال كما تلاحظون أعزائي المشاهدين. الحالة مقبول، تم تاريخ إرسال المعلومات 28 أبريل 2021. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، نتمنى أن عملية الشرح كانت في المستوى. شكرا لكم على المشاهدة.